ليكم القلب والحجر بيلين، والحب تاني لغيركم يكون لمين، بشوفتكم بنبسط والله يا حلوين. أصدقاء برنامج شوفوا الحلوين، حلقة جديدة ومتميزة من شوفوا الحلوين. معانا مجموعة الوسام، مجموعة حلوة وجميلة ولذيذة، وفي أطفال حلوين حيقدموا لنا مواهب وفقرات متميزة. خلونا نتابع نجاج. أصدقائنا الحلوين، جيناكم من جديد ونرحب بكل الذين انضموا لمتابعتنا في شوفوا الحلوين. شوفوا الحلوين معانا حلوة جميلة كده، عايزين نتعرف على اسمك. نو ليندا. كيفك يا ليندا؟ تمام تمام. طيب يا ليندا، ليلى انت جيتينا في شوفوا الحلوين، عايزة تقدمي لنا شو؟ عايزة اقدم لكم قصيدة. قصيدة؟ اذا أصدقائي الحلوين خلونا نسمع ليندا القصيدة ونجي راجعين. اخواننا ما شايفين ناصر الوصل لوين، سيبوا العتاب بينكم خلوه لنا متين، نخليه ما بديل سودان أرض الليل الفي وإحنا خير، سودان ناس من لون واحد فريق في الكون، معروف لنا حنون الأخضر الليمون، نبلو عاي يكون أقاس كلهم. أزهار الحلوين في كل مكان، مرحب بكم من جديد، ومعانا أطفال من داخل حديقة الرواح هايدي بارك. دعيني نتعرف على الأمورة، اسمك ها؟ وداد. كيفك يا وداد؟ تمام؟ تمام. طيب يا ودايتي الليلة ما شاء الله جيتوا معاكم مجموعة حلوة، عايزين تقدموا لنا شنو؟ الدنيا جميلة أغنية. الدنيا جميلة أغنية صح؟ هاي. إذا أصدقائي الحلوين تحلى الدنيا بالأطفال، خلونا نسمع الدنيا جميلة مع المجموعة دي ونجي راجعين. الدنيا جميلة وملانة فرح، الدنيا جميلة وملانة فرح، بس كيف نفهمها وندرسها صح، نديها الخير تدينا مرح. الدنيا جميلة وملانة فرح، الدنيا جميلة لو نزرع بسمة في قلوب محتاجة محتاجة الفرحة، بجميل أفعالنا والكلمة الطيبة بتزيح أوجاعنا وبتزيد الإلفة. الدنيا جميلة وملانة فرح، بس كيف نفهم نديها الخير تدينا مرح. الدنيا جميلة وملانا فرح، الدنيا أم وأبوه كمان، واجبنا عليه ونديه حنان، لو فاقد إخوة نكون له أخوان، يكون مرتاح ويحس بأمان. الدنيا جميلة وملانا فرح، بس كيف نفهمها وندرسها صح، نديها الخير تدينا مرح. الدنيا جميلة وملانا فرح، لو يوم ماشي طريقنا وشوفنا واحد مسكين ما بنجرحه نحنا، ندي من مالنا لو حتى قليل، بيزيد حسناتنا وبيزيد الخير. الدنيا جميلة وملانا فرح، بس كيف نفهمها وندرسها صح، نديها الخير تدينا مرح.
جميل لأمنا الفرح يوم ما احنا من واحد مرة بادر بسلام في ذا المرة انسان رسول لا نعمل بالسنة تصع فقدوم لو طامعين في الجنة الدنيا جميلة أمال فرح بس كيف نفهم حاول ندرس أصدقائنا الحلوين نحن لسه متواصلين معاكم في شوفوا الحلوين. شوفوا الحلوين مجموعة من الأطفال ومجموعة من الفقرات زي ما قلت لكم. إذا معانا حلوة ظريف كده دايما نتعرف على اسمك منه منتهى. كيفك منتهى؟ تمام تمام. تقدر سنة كم يا منتهى؟ تالت. شاطرة. طيب انت الليلة مع مجموعة من الأطفال اللي انت قدمون لنا شنو؟ عرض عسكري. عرض عسكري. إذا أصدقائنا الحلوين معانا صديقة حلوة دايما نتعرف على اسمك منه وئام. كيفك يا وئام؟ تمام تمام. اللبس الأبسود اللي بشو؟ لبس الدكتورة. أنت بتحب الدكاترة؟ ولما تكبر عايزة تبقى شنو؟ أبقى دكتورة. أبقى دكتورة. طيب مع الأصدقاء الحلوين عايزين تقدموا لنا شنو؟ مسرحية. مسرحية تحكي عن شنو؟ عن البلد. عن البلد. إذن أصدقائنا الحلوين خلونا نسمع الأطفال الحلوين ديل مع مسرحية ونجيكم راجعين. يا جدو إيه البحصل؟ ايه اللي بيحصل في وطننا؟ نحن الظالمين يا جدو ولا الدنيا بتظلمنا؟ يا جدو قالوا زمان كان السودان معروف بكل الخير اللي فيه سلة غذاء الكل. يا جدو الخير تلاشى ولا السودان بيهون؟ يا جدو بلدنا كبيرة والدنيا ضاقت بينا. يا جدو رجوك ورينا ايه اللي بيحصل فينا. اه يا احبابي واولادي ما عارف كيف انا عبده والعبرة دي هنقف وادي وبحس بموت انا هسي. يا اولادي الخير موجود وطنك للكل بيجود بس كل العازو منك صبر وحبة مجهود عشان داير وطنك يحبك عاوز تديه حبك وطنك عمره مبخونك هو أهلك وحفظك وأمنك. ما تبعد تغرب عنه وطن الأغرام مبلمك ما تقدر تخطق ما تقدر تخطق برا وطنك محتاج لجهدك. يا الشرطي ما تبيع وطنك وموال الدنيا تهمك بنفسك كنت تحميه من غيره بيحمي الهم. يا حجاج نحميه يوم ما تقبعهم ضمك وترابه بيغطيك زي ما تكون في حمام. الدكتور انت اللي بتعالج وطنك مجروح داويه نظف أحزانك وضمت زيل الأوجاع الفيه. يا مهندس خدت الساس وطن الأحرار ابنيه خدت إبداعك وارسم ما انت اللي بتعليه. يا أستاذ انت براس بعلمك بتنميه درس انت بإخلاص جينا المستقبل له. نحن نتوحد نجيب الخلافات البنا شمالنا شريبنا غريبنا بإخلاص نطلع نحميه ونخد تليد في اليد ونفكر كيف نمنيه ونخد تليد في اليد ونفكر كيف نمنيه.
أصدقائنا الحلوين، نحن لسه متواصلين معاكم في فقرتنا شوفوا الحلوين. وصلنا إلى فقرة لذيذة وحلوة، هي فقرة التراث السوداني بعاداتنا الحلوة وتقاليدنا الجميلة. خليه يجسدوها علينا الأطفال نقراها. فتحت عن الخيال صفحة ملامح لوطن آتي، بذاكر فيه يوماتي، مشلق في الشمال ساتي، وطرطم في الغرب خالتي، على ورق الخريطة بشوف وطن شامخ وطن عادي، وطن متعدد الأوصاف والأعراف، وطن إنسانه ما بيخاف وجد مضياف، بقسم اللقمة لجاره وبيعزم حتى لو كان ما. خطايا التجارة لقيت السمحة في دارة، كنا مردوم وجرارة وحيط صنبور ونقارة، أتاري وصلت لبارة. كسل الجمال والقاس، وشيخ بيتاي مع القرآن يدعو يسأل الرحمن يحفظ أمنا السودان، وقعد الجبن عصرية. وكد طنبورنا ذاك يريد وصوته حنين. طارت بي
حمامة الشوك وركض تاني في حلفة، لقت نوبة لقت عثمان فاتح بيته للضيفان، دق الطار رقصنا على لحن وردي. نحن الحنة والجرتك، ونحن الزفة والسيرة، ونحن أبشر والشبار. تقول لي شنو؟ تقول لي منو؟ لقيت إنه الحلم واقع يتحقق إذا صفينا نيتنا وخدتنا الوطن غاية. شاهد ما ندعى لكل نواحد رسول ما ربنا شاهد ما ندعى لكل نواحد رسول ما ربنا شاهد ما ندعى لكل نواحد زيد الجعل يبقوا نسابه ما ندعى لكل نواحد شمال بيحشي غرابه الحلوين. وصلنا مع بعض الى فقرة الحكاية مع صديقتنا احتدال. نشوف الليلة احتدال مجهزة لنا يا حكاية، نسمع ونقرا عين. اصدقائي الحلوين، اهلا بكم من جديد في قصة جديدة ومفيدة. زي ما عارفين قصتنا مسلية وحلوة شديد. الليلة حنتعرف على قصة تم ذكرها في القرآن الكريم، حنستفيد منها الكثير والكثير ونتعلم منها. نسمع الحكاية. كان هناك رجل غني وفقير يعيشان في قرية واحدة، وكان الرجل الغني متكبر جدا ولديه حديقتين. كانت تلك الحديقتين جميلتان جدا وتشبهان الجنة، وتحتوي على كثير من الفواكه، تحتوي على شجرة العنب والنخيل وجميع الفواكه المختلفة. كان هذا الرجل الغني متكبر، لا يعطي الفقراء ولا يتصدق منها، ويرى نفسه أنه أقنى رجل في هذه القرية. كان صديقه الفقير يحتوي على حديقة صغيرة وبالقرب منه، فيرى هذا صديقه الفقير أنه مرزوق بحمد الله. وذات يوم ذهب لصديقه الغني فقال له السلام عليك، فقال له وعليكم السلام. قال له الرجل الغني أنا أقنى منك وأكثر وأمتلك تلك الحدائق وأنت لا تمتلك شيئا. فقال له الرجل الفقير قل الحمد لله حتى لا تذول هذه النعمة منك. فقال الرجل الغني لا، لن أقول ولن تذول هذه النعمة، لن تذول الأشجار ولن تذول الثمار. فقال الرجل الفقير يا للأسف، فيأتي يوم ستندم على هذا. قال له لن أندم وسترى. وفي يوم من الأيام جاءت عاصفة قوية
قامت بجذع الأشجار وجذع الثمار وتهدمت تلك الحديقة فلم يبقى منها شيء. فجف النهر وجف الزرع وباتت الحديقة حزينة. قال الرجل القني: يا ليتني لم أتباهى ويا ليتني لم أتكبر هذه فأصبحت حديقتي ذبلاء. يا إلهي ماذا أفعل؟ أنا ندمان أنا حزين. يقول الرجل القني دائما: أنا ندمان أنا حزين. من هنا يا حلوين خلصت الحكاية، ويا ريت نكون تعلمنا من الحكاية إنه ما نتكبر ونكون متواضعين دائما، لأنه التكبر زي ما هسي حصل للرجل القني إنه ندم في النهاية ورجع لربه، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أصدقائي الحلوين بكده تكون انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إن شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا بالفقرات اللي قدموها لنا الأطفال. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من شوفوا الحلوين، دمتم في أمان الله.